اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وتفرغ سليمان للبناء وإقامة الحضارة بكل مقوماتها وأسسها، زاد الرخاء في عهد سليمان الحكيم، فلقد اهتم سليمان بالعبادة وبالعمل، وكانت السفن تعود بكميات هائلة من الذهب والفضة. سليمان عليه السلام يحب البحر، فهل سنبني حضارتنا في البحار؟ ربما، فإن الله قد من على نبينا ما لم يهبه لغيره، فها هي الجن تعمل التماثيل والمحاريب. وقد اهتم سليمان عليه السلام بشؤون البلاد الداخلية، فشجع التجارة وأنشأ أسطولين كبيرين، أحدهما في بحر الروم والثاني في بحر القلزم، وكانت سفنه تجوب البحار وتصل بلاد الشرق ببلاد الغرب. وتفرغ سليمان للبناء، وانطلقت شياطين الجن تحفر الآبار وتقطع الحجارة من الجبال، وأصبح الناس في عمل دؤوب ونشاط. واخضرت الصحراء وأزهرت وتجملت حياة بني إسرائيل. هيا احملوا البضائع إلى السفن حتى تصل في موعدها. وقام سليمان بتعمير كل شيء في البلدان، فأصبحت الشوارع ممهدة، وأصلح الأرض وحولها إلى أراض زراعية،
وقطع الأحجار من الجبال وبنى بها المنازل وعمل الميادين الفسيحة للناس، وصنع في الميادين أوعية كبيرة حتى إذا ما نزل المطر امتلأت عن آخرها، وزرع البذور في الأرض فأثمرت، فتحولت حياة بني إسرائيل إلى نعيم ورخاء وسعادة. ولقد اهتم سليمان بجيشه وتسليحه وأمده بالدروع وبالصافنات الجياد والخيول العربية الأصيلة، فلقد كان يشتريها بنفسه إعجاباً بها. يقولون إن نبي الله سليمان يجهز جيشاً عظيماً سيخوض به حرباً كبيرة. الملك سليمان لا يمل من فتح البلاد لنشر دعوة التوحيد والإيمان، وهو في نفس الوقت لا يكف عن العبادة والطاعة ويؤدي ما فرض الله عليه من طاعات. أتعرف ما أخشاه في حياتي؟ أن أصبح يوماً ولا أجد سليمان الحكيم بيننا. لا تذكرني بهذا يا رجل، أطال الله عمره وثبت ملكه. الله تعالى حكيم، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لذا أعطى سليمان ما أعطى ولم يحجر عليه في العطاء. حارب سليمان الفقر وساعد المساكين.